ولذلك التواضع الحقيقي في العلماء الحقيقيين. <applause> وليس في الجهلاء الحقيقيين. <applause> الجهلاء ولذلك ما اجمل ما يقول العلماء يقولون اليقين الصلب اعم من دائره ماذا؟ الجهل المركب. <applause> ما معنى هذا؟ من الذي يدعي اليقين؟ قد تقولون يدعي اليقين عالم متحقق من علمه. فيلسوف بارع في فنه كما قلت هذا خائن للفلسفة لكن انتبهوا بغض النظر عن, عن هذين الاثنين يدعي اليقين أيضا الجاهل جهلا مركبا الذي يتكلم في غير فنه وبغير علم أراسه وستون سيفا كما تقول عامة أنه إيه ألقى بالقول الفصل أنه أتى بما لم تأتي به الأوائل وستنتهي إليه الأواخر إذا اليقين أعم من أن يكون ماذا إيه؟ جهلاً مركباً. قد يدعي أيضاً إيه عالم وفيلسوف بطرق الاستدلال والتجريب، لكن يعم الاثنين. إذا الجاهل المركب يشرك حتى إيه؟ من يدعون أنهم إيه؟ أوفوا على الغاية في فهم الحقائق. هذه شركة غير مشرفة، شركة غير إيه؟ مشرفة.